انما ما ضحكوا في الاول. احنا جبنا مايك جديد فنبهت ناجي صديقي العزيز وابني، قلت له يا ناجي جبنا مايك جديد، قال لي انا عارفه بشوفه مع اليوتيوبر الجامدين قوي. فيعني هو ادانا كلمه كده بس كويس، يعني احنا ايه بنتقدم في مساله اليوتيوبر دي، هنخش ان شاء الله وهنحتل مركز مش بطال يعني ان شاء الله. فالمايك الجديد ده بقى حاجه لطيفه قوي، حاسس ان انا معايا شويكار هانم لابسه البتاع اللي بيسموه ايه ده، الفرير. لا بس هو بقى لطيف، لان ممكن تعلقه كده فوش سلك خالص وبعدين تحطه جنبك كده وتتكلم، وبعدين حد يقول صوت واطي نقول له حاضر نعلي صوت اهو بس. وبعدين اصل انا طول عمري كان نفسي اغني. شوفوا وانا صغير وانا كبير، بس ما كنتش بعمل وانا كبير اللي انا بعمله وانا صغير. كان عندنا عم ابراهيم الله يرحمه ويحسن اليه من زمان، او ابراهيم كان يجي لنا في المنيره، وكان عندنا مطبخ في المنيره كبير واسع، فكان يخوي يجي لنا يوم الاثنين يوم اجازته يكوي الهدوم، فلان امي ما كانش ليها في الحاجات دي خالص، فكان عم ابراهيم يقعد يكوي وانا اطلع على الترابيزه اللي في المطبخ، مش بقى اللي في باب الخلق اللي هي ملاش كراسي، لا دي كان ليها كراسي، اطلع على الترابيزه وامسك منديل واقعد طول ما هو بيغني ما بيكوي اغني له ام كلثوم، ويعني اظن ان الراجل مات بسبب الحكايه ديت او طفش. الله يرحمك الراجل طيب. مر الزمن وتعرفت على حد في منتهى الجمال، عم ابراهيم المكواجي، برضه ابراهيم المكواجي. ابراهيم ده كان بيكوي مراي المي، يعني بنتكلم بقى على سنه 90 مثلا، لا قبل كده سنه مثلا، يعني مي مثلا دخلت مدرسه عندها 4 سنين، فنتكلم على سنه 88 او 89. ابراهيم معانا ربنا يديله الصحه، وراح للعيلة كلها، فات على كل خالي وقرايبي وصحابي، بيروح يعمل لهم، راجل طيب جدا ومكواجي عظيم. وبعدين يعني بقى هو من أهل الدار، يعني ممكن يبقى المسألة توصل إلى إيه، مثلا إبراهيم بيكوي فيبقى فيه مثلا حاجات على الحبل هتكوي، إبراهيم يلمها، هو من أهل الدار، ما فيش حد في البيت، إبراهيم يبقى معاه مفتاح يفتح الشقة ويخش يخلص شغله ويمشي. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. زميلتي العزيزة بسنت الزيتوني قالت لي في مخرج تونسي اسمه أنيس الأسود جايب فيلم، والفيلم فيه مهرجان القاهرة السينمائي، والفيلم جميل جدا. فقلت لها انا ما بقدرش اروح سينمات عشان خاطر الكورونا والحاجات دي، فاذا كان ممكن، انا بحب السينما التونسيه جدا، وكان ليا يعني كتير اشهر صديقه ليا في تونس كانت ذكرى الله يرحمها، كانت صوت جميل جدا وكانت انسانه رائعه لكن ماتت موته عجيبه. بفكروني مرة أحكي لكم، يوم صباح الجمعة أظن، مش عارف كان، أظن كان جمعة، لما حصلت حادثة ذكرى واتقتلت فيها وجوزها انتحر، وقصة غريبة جدا مدهشة، وقد إيه ذكرى دي كانت ست طيبة جدا ورقيقة جدا، ويعني كده في ملكوت، عايشة في ملكوت لوحدها، تغني وقت ما تحب، تحب تنام كتير قوي، وكانت كل الناس تحب ذكرى الله يرحمها. يعني كانت صدمة كبيرة يوم الصباح ده، كان صباح غريب. طيب أولادكم قلنا إيه، ليسوا لكم، أولادكم أولاد الحياة المشتاقة إلى نفسها. خدت الفيلم بدأت أحطه في التلفزيون وأشغله، واسمه أدحى، الولد اسمه نبيل لكن هما بيدلعوه كده يقولوا أدحى، ممكن يبقى كلمة أدحى دي معناها حياة أخرى، ممكن، لأن الفيلم بيدور على نفس الفكرة دي، فكرة إنه إزاي واحد يعطي حياة أخرى، تهيألي كده. الفيلم بيبدأ بطيء، لو أنت يعني مالكش في السينما قوي هتحس بإنه في بطء، يعني
ما تتيلا بقى، ما فيش يلا خالص. يعني عندك ربع ساعة كده الإيقاع، لكن تحس إن في حاجة، في حكاية. فبنشوف الولد بيحصل له حادثة، يروح المستشفى، أمه موجودة، هيتكلف فلوس، في ناس قاعدة ما نعرفهمش، ما يعني حتى الأم ما بيش باين إنها تعرفهم، الولد ما يعرفهمش خالص. حد منهم بيقول، الدكتور بيقول لها عندك تأمين؟ قالت له ما عنديش. قال لها طيب خلاص خد ابنك وروحي، مش هنقدر نعالجه. فالراجل اللي قاعد قال لها لا أنا هدفع المصاريف كلها. في حاجة بتحصل سريعة كده ما بنفهمهاش قوي، لكن الأحداث بتوديك. لأن اللي قاعد خرج من المستشفى راح بيت الناس دول، أخدوه في العربية بتاعتهم وراح بيت الناس دول، وعاملين لهم في بيتهم اللي هو بيتهم الكبير، فيلا كبيرة قوي، عاملين لهم بيت صغير بس لطيف. انتوا عارفين التوانسة عندهم ذوق رقيق جدا، بيتهم بتبقى بيضة كده وفيها ألوان، حاجة جميلة جدا. اللي راح تونس يعني يا سعد يا هنا. فتونس بيسموها البيضاء، في عشان في المدينة كلها بيوت بيضة جميلة جدا. يعني حتى لفت نظري المقابر في تونس نفسها، تلاقي على تلة كده في وسط تونس شكلها مبهج، لأنها كلها خضرة في وسطها تراب كده بسيطة. عندنا هنا التراب حاجة صعبة أوي، يعني حاجة كئيبة، إنما هم حتى المقابر في تونس شفتها، يعني كل حاجة في تونس الحقيقة حلوة. الولد ده بنكتشف بقى وإحنا ماشيين في المسلسل في الفيلم، مش كان في ملل في الأول؟ مفيش ملل، أنت غرقان بقى خلاص، غرقت في الولد ده. الواد بيسكت كتير، لكن كل سكوته كلام، كل السكوت كلام. بعدين بيجي الناس دول عندهم ابن بيجي من المستشفى، بنفهم بقى ان الام الولد بيستغرب ايه اللي جابهم في البيت الحلو ده، وفتح درج كده علبة لقى مليانة فلوس، ولقى دفتر توفير بتاع امه فيه فلوس. الاب مش موجود، الاب هاجر، الناس الهجرة غير الشرعية دي. البنت الصغيرة لي بنت أخت كده، باباكي فين؟ تقول لهم في إيطاليا. باباكي فين؟ في إيطاليا. ما بنعرفش حاجة عن الأب، لكن سابهم ومشي. الولد لما بيروحوا البيت الجديد ده بيقول للأم طب بابا هيعرف فينين إن إحنا هنا؟ فقالت له أنا تليفوني رقمه زي هو ما تغيرش، يعني معناها انه ما بيتصلش، اختفى الاب. الام اتعرفت على العيله دي يبدو في المستشفى، وانه عندهم ولد اسمه اسامه، فتى صبي صغير عنده 10 11 سنه، قد الولد الثاني، وعنده فشل كلوي ومحتاج كليه. فالام بتبيع كليه نبيل اللي هو قدحه للولد الثاني اسامه ده. فقر، هجرة غير شرعية، بؤس فظيع. الأم ما عايشة في مأساة رهيبة، لأن الولد ما عرفش، الولد مش فاهم اللي حصل، هو فاكر ده من حادثة العربية. عنده فتحة هنا كده، والواد التاني لما جه عنده برضو نفس الفتحة، لكن مش فاهم الحكاية. فأسامة اللي هو الولد اللي خد الكلية بيقعد مع أدحى دوت وبيحبه جدا، ويقول لهم انتوا اخوات. اهل الولد اللي خد الكلية ناس كويسين جدا، لكن الولد بيعرف حوار كده، بيسمع حوار بيعرف. فذكاء هنا بقى انيس المخرج الاسود، انه خلى الولد لما عرف يسكت خالص، ما بتكلمش، مالك مش مالك، وبيعمل بقى تصرفات طايشة كده. وبينتهي الفيلم نهاية برضو مدهشة، انه في الاخر اسامه ده بيتعب. طبعا في تفاصيل كتير، يعني احب انكم تشوفوا الفيلم، ان الولد بيحاول يشتغل عند الاب اللي هو ابو اسامه، والتفاصيل دي ما هياش يعني دي كماله الحبكه الدراميه في الفيلم. لكن بيستطيع الولد ده اللي هو مش ممثل، والولد التاني حسب ما انا اتصلت بانيس الاسود وتشرفت ان انا اتكلمنا شويه انا وهو، انه الولاد دول مش ممثلين، اختاروهم.
الكبار هم اللي ممثلين، انما الصغيرين لكن في منتهى الجمال ادائهم، في منتهى الجمال الحقيقه مؤثر جدا. شوف ما بتعرفش النعم الا لما تشوف ناس محرومه منها. انا عشان كده حبيت اتكلم عن أتحى وحياه اخرى، او واحد يدي حياه لاخر. في الاخر بيتم التوافق، يعني في الاخر مش هحكي لكم نهايه الفيلم، لكن بيتم يعني بينتهي بنهايه يعني فيها طيبه وفيها ده. لكن حسيت ان احنا قد كده كلنا يعني مقصرين في حق بعضنا. الفيلم ده ممكن يكون معمول على شاب في رود الفرج او من شبرا، او شاب في جنوب ليبيا، او شاب في بغداد او في البصرة، او شاب في حلب، او شاب في اليمن. يا ده الشعوب دي مطحونة او عيني. نفس المشكلة دي اللي الست باعت كلية ابنها عشان تقدر تربيهم عشان تقدر تعيش، هتوافق ولا هترفض؟ مش عارف صراحة. يعني انا لما بصيت للست ام أتحى دي، يا ترى لو الواحد محطوط مكانها هيوافق يعمل كده ولا هيرفض؟ ما عايز تربيهم، ووعدوها بمدارس غالية وهربوهم وعلمهم كويس ونقلوها، ما شفناش بيتهم القديم احنا، لكن واضح انه لما دخل البيت الصغير ده اللي هو في الجنينة هتقدر تقول ملحق كده يعني، انبهر هو واخته انبهروا، فيبقى اكيد بيتهم كان حاجة صعبة جدا. الله، ده احنا كلنا زي بعض، كل المشاكل واحدة، امال ليه احنا متفرقين كده؟ يعني ليه بنتكلم لغة واحدة وعندنا مشاعر واحدة؟ صحيح اللغة اللي بتاعت الفيلم فيها صعوبة شوية، لانه اختار انيس اختار يعني لكنة لفئة معينة من الشعب التونسي، لكن هو بالترجمة وبتقدر تفهمه. لكن المعنى والسؤال، فقر وحاجة، الست دي لما ضغطت عليها الحياة الضغطة دي وعملت كده، هي صح ولا غلط؟ لأنه صمت أتحى في الفيلم بيقول السؤال، هي الست دي غلطت ولا اضطرت؟ هل دي تعتبر في حكم ديننا من الناس اللي اضطروا؟ هل الست دي نقدر نحاسبها ولا نحاسب اللي خلونا في وسط الفقر ده وفي وسط الحاجة دي؟ أنا بطرح السؤال الحقيقة اللي بيطرحه الفيلم مش بشكل مباشر، بس الحقيقة إنه في مهارة في شغل الفيلم، في أحاسيس يعني مؤثر جدا. يعني أنا قعدت على الكرسي بدلت ما قدرتش أقوم. فأنا بحيي أنيس جدا المخرج، وده أظن أول فيلم يعمله روائي طويل، وإن شاء الله يقدر يحقق حاجة في مهرجان القاهرة. والسينما التونسية سينما يعني سينما عريقة وبتعمل حاجات حلوة جدا. فمش عارف، أنا عارف إنها هتحصل خناقة، وعارف إنه ممكن أتلط في الحكاية دي. أنا ما قلتش الست صح ولا غلط، خلي بالك بالمايك الجديد، ما قلتش، أنا ما قلتش إذا كانت صح ولا غلط، بس بقول لك قول لي، هي مش ما تمتلكش كلية ابنها، مش بتاعتها، لكن الظروف اضطرتها لكده. بصراحة ما قدرتش أغضب منها، يعني ما قدرتش أخد منها موقف، لكن من ساعة ما شفت الفيلم وانا عمال افكر، تصرف زي ده ايه رايكم فيه؟ زائد انه ان احنا بقى الواحد يشكر ربنا انه ما تحطش في موقف زي ده. يعني انا لما يجي حد يسالني الست دي غلطانه ولا مش غلطانه، اقول له يا عم انا بحمد ربنا ان ما تحطتش في موقفها، عشان الحكم دايما لابد ياتي من انك تحط نفسك في موقف الشخص. ان اول حاجه تقول لها ازاي ده كده مجنونه ده بتاع، استنى حط نفسك
في موقف الشخص وبعدين وظروفه العامة كلها وبعدين أحكم. يا ترى هنحكم على أم أدحى بإيه؟ أدحى حكم، أدحى غضب وبعدين أصدر حكم، ده هتشوفوه في الفيلم. أدحى أصدر حكم في الآخر، تفتكروا عمل إيه أدحى في الآخر؟ هسبالكوا وتفكروا تقولوا لي يا ترى أدحى صالح الأم ولا غضب ومشي زي أبوه ما مشي قبل كده؟ هل جينات الأب أثرت عليه؟ هل غضبه خلاه لأنه فتى يعني صبي فاهم، هل غضبه خلاه يهجر أمه الابنة أخته ويختفي؟ احتمالات كتير. فأدحى جاوب، فأنا عايز أعرف إجاباتكم وبعدين أقول لكم أدحى عمل إيه. يعني واسم الفيلم جميل كمان، لأن بيقولوا معنى أدحى ده يعني حد بيدي حياة لحد تاني. بس هذه القصة اللي خدت قلبي وطرحت جوايا عدة أسئلة، وهو ده جمال الفن، إنه مش ضروري يجاوب لكن يطرح عليك أسئلة كتير ممكن تشوفها في الحياة وتبقى محتار مش عارف. عشان كده أنا محتاج لكم، يعني زي ما عمنا جورج كرداي قال لك عايزين صديق، عايزين نستعين بصديق يقول لنا الست دي تصرفت غلط ولا تصرفت صح ولا الحاجة دفعتها لكده، وبدون ما تنفعله وبدون ما تتسرعوا في اتخاذ القرار بدون الاندفاع. بس كده.